أسعد الله مساءكم بكل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذه المناسبة المباركة أشكر من الأعماق سعادة المدير العام للموارد البشرية والتنمية أخي المهندس أحمد البنفذي على رعايته بهذه المناسبة والتقبل وقبول نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية في المملكة الأستاذ الدكتور عبد الله الفهد على حضوره وزملائه ومن معه هذه المناسبة، ولأخي رئيس جمعية البر الخيرية وأعضاء مجلس إدارتها النبلاء في رعايتهم لهذه المناسبة، ولكل من له بصمة أو أثر أو مشاركة، وأخص بذلك القيادات الكشفية وعلى رأسهم أخي القدير الأستاذ يحيى الغيري وجميع من معه من زملائه وإخوانه. وأقول في هذا اليوم الوطني 93 أنا سعودي لا تكفي، أنا السعودية، أنا مواطن لا تكفي، أنا الوطن. بصمتك، أثرك، اهتمامك، عطاءك، تفوقك، بناؤك، هذه هي المكتسبات التي يحققها الوطن من خلال أبنائه. ويشرفني أني كشاف في المرحلة المتوسطة والثانوية وجوال في المرحلة الجامعية وقائد كشفي ومفوض تدريب دولي. ويشرفني أكثر أن واحد ممن بنى هذه المفاهيم لدي هو أستاذ القدير الأستاذ الدكتور عبد الله الفهد. الكشافة ألفاتها في لفظها انتماء، ولامها لواء عدده يعانق السماء، وكافها كفاءة يتعلم منها أبناؤنا من نبل قيادتهم العطاء، وشيرها شمول دون ما انتهاء، وفاؤها فارق بيننا وغيرنا لا حدود له ولا انتهاء، وتاؤه تقى وأخلاق وتطوع وأداء يعتز به كل من يشرف مع هذه الكيان المؤسس الرائع جمعية الكشافة العربية السعودية. وأنا في قطاع الحكومة التعليم 28 سنة حجي خدمتها وأنا في القطاع غير الربحي إلى هذا اليوم، وأرجو أن تخدم هذه أو هذا الكيان بمؤسسة خاصة للكشافة في منطقة جازان. أطرح هذه الفكرة بين يدي أخي المهندس المدير العام للموارد البشرية والتنمية وبين أستاذ القدير الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله الفهد أن تكون لنا في جازان جمعية تخدم هذه العناصر وعشرات ومئات أمثالهم في منطقة جازان. بالتوفيق جميعا، وأتمنى أن نرى أعداد كثيرة من هذا الصف الشامخ للكشافة الذين سيماهم التطوع بلا انتهاء. إخواني رؤساء الجمعيات، إخواني مدراء مكاتب رواد الكشافة محافظات جازان، إخواني الرواد، إخواني القادة، إخواني وأبنائي الكشافة، أخواتي الكريمات، حضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أخص كشافتي ورواد جيزان بكلمة من القلب
قلتها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة أمير محمد بن ناصر تميزت كشافة جازان بالتكامل والعمل الجاد. عندما نعلن عن برنامج نجدهم أول من يسابق ويشارك فيه. نشاط مميز على مستوى منطقة جازان ونشاط متميز على مستوى الوطن، وخير دليل أنشطتهم في خدمة ضيوف الرحمن. ثم أنني أهنئ منطقة جازان على القيادات التي ينطبق عليها المقولة الكشفية One Day Scout, Three Day Scout. رأيتها في معظم القادة الكشفيين تقلدوا مناصب وأعمال وتغيرت أماكن وأعمالهم وهم ما زالوا ينهلون من معين التربية الوطنية الكشفية وينقلونها لأبنائهم وأقرانهم وزملائهم. ثم أنني أقول لأخي حسين عذابي تنقل من التعليم إلى عدة أماكن وهو يحمل حب الخير للغير وحب العمل والتواصل في كل مناسبة سواء كشفية أو وطنية، وهو نموذج من النماذج التي عايشها وأعرفها بالعديد من محافظات جازان. فأحد الطرق الكشفية في التعلم والتعليم التعليم بالقدوة، ورأيت هذا المنهج تجسده كشافة جازان، ولذلك حق لكم أن تقولون نريد جمعية أو منظمة ترعى الأنشطة الكشفية في منطقة جازان للكم والكيف الكشفي في جميع مراحل الكشافة. فنحن على أتم الاستعداد في كل ما يخدم وطننا من خلال الكشافة، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نستطيع أن نجد مدخلا قانونيا ونظاما يحقق لنا وجود كيان يشرف ويدعم ويطور الكشافة. عصام بريك عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمنطقة جازان، فليتفضل منكم. فهذه القصيدة هي عطر للوطن بمناسبة اليوم الوطني 93. حلم تحقق مذ نوى بانيه مجدا تليدا سامقا لبنيه. حلم تحقق مذ نوى بانيه مجدا تليدا سامقا لبنيه يرقى بمعراج الحضارة شامخا سير الكلى بدأ الأصالة فيه تروى إلى الأجيال أعظم قصة في رحلة التاريخ إذ ترويه. تسارع البلدان نحو سمائه فتراه والشعر هوى بشبيه. يا سيد الأقمار في أفلاكها يا قبلة الأكوان في التنزيه وطني وتأتلق القصيدة أنجما، لكن
بشجو لحونه تشكيه يا موطني فخر العروبة أننا نرعى الجوار وكلنا نحميه ونجود بالأرواح من أفلادنا ونصون بيت الله بل نبنيه ولطيبة الأنسام في أعماقنا وشي بذكر حبيبنا نمضيه وتشوقت روح الرياض لفارس فأتى الزمان كأنما يعنيه شمس أضلت فالجزيرة بعده راياتها ورمالها تفديه عبد العزيز وفي الحنايا مسحف وإلى العلماء فواريس الهدى قرص من الأبناء في باقيه سلمان واسطة الفضائل كلها ليت الصحائف حقه توفيه ملك ويزداد اضطرارا وقته هو العزم سيف حاسم يمضيه وطني حكاية نخلة عربية تعلو فلم تأبه لأي سفيه وطني وإنسان حضارة شعبه وعراقة الحرمين في ماضيه وطني وتزدان الحروف بذكره يا معا أو في الوطن فيه. السلام عليكم ورحمة الله. كي تخبر الأرض عن إيجاز أمتنا ما المجد إلا بلهدي حين عانقها فجر العلوم سهل حضارة وبنا يا دار عن وصفة الأقلام عاجزة لكن أعوذ في الأعمال قد سكن أبجادك الآن في الأكوان مشرقة بفضل ربي فأهدت للنبوء سنة سيري إلى المجد والأجيال واثقة يبنك من عين عينه لا تعرف الحسنى عهد علينا قضاء في شامخة يا حبة الحبة يستوفي البدن ما لا يلقاه ما لا يموتني بدا
الجميع.